مكملين معاكم أعزائي المشاهدين فقرتنا تانية مع المواهب الشابة لراديو فويس اف ام زي ما سمعنا مع حضراتكم في الفاصل. طبعا فريق وتيم فويس اوفر طبعا من الناس اللي نفسها جدا يحققوا حلمهم ويوصلوا صوتهم ويوصلوا ازاي هم اشتغلوا على نفسهم عشان يوصلوا للنجاح اللي وصلوا له النهارده. ان شاء الله خلونا كده نرحب مع بعض بولاء. ازيك يا ولاء؟ ازيك يا رضوى، عامله ايه؟ اهلا بيكي. الحمد لله. ولاء المتحدثه الرسميه لتيم فويس اوفر، ايوه منورانا والله. بنورك والله. ولاء يعني احكي لي النهارده كده انتوا بداتوا ازاي كتيم؟ احنا بدانا ازاي؟ احنا الاول كنا بندخل في جروبات التعليق الصوتي، تمام، واحنا اساسا كنا في اعلام، ولكن مش كلنا في اعلام، لا، في كليات تانية، في هندسه وفي اثار وفي علاج طبيعي وفي طب، تمام. فاحنا دخلنا في جروب التعليق الصوتي، كتبنا على الجروب اوبن مايك بوست بنقول يا جماعه اللي حابب ان هو يشترك معانا في التعليق الصوتي يتفضل معانا. فلقينا الجروب بدا في الاول 14 برنامج و14 شخص، فكان تفاعل مش كبير للدرجه. بعد ما لقينا نفسنا ان احنا بنتطور وبنكبر فعلا، لقينا ان احنا بنزيد العدد، بقى بعد ذلك بقى يزيد ل24 شخص، ل24 برنامج، فما شاء الله الحاجه بقت تكبر، حلمنا بقى بيكبر ان احنا مجالات مختلفه. يعني من امتى تحديدا كده يا ولاء؟ قولي لي، احكي لي انتوا بداتوا من امتى؟ يعني احنا عايزه اقول مين صاحب الفكره برضه؟ اوكي، صاحب الفكره هو احمد عبد النبي، هو فويس اوفر، خريج كليه اعلام جامعه القاهره. انا عايزه بس اقول لك حاجه، ان احنا حابين بعضنا جدا في التيم، ان احنا ازاي طب بيتحد مع اثار، بيتحد مع علاج طبيعي، بيتحد كمان مع طلبه ثانوي، طلبه خريجين، بيتحد كمان مع طفله عندها 10 سنين عامله برنامج ازاي توصل القيم بس للاطفال اللي زيها. فاحنا تيم حابين بعض جدا، تعاون، التزام، ازاي نحل مشكلات بعضنا، ازاي في روح كده تعاون وقياده بيننا. ولا بتشتغلوا ازاي؟ يعني طريقه شغلكم بتبقى ازاي؟ يعني وصلتوا يعني لفين دلوقتي؟ احنا دلوقتي وصلنا لمرحله دلوقتي، معذرة، دلوقتي وصلنا لمرحلة كبيرة جدا في وقت قصير قوي. احنا دلوقتي كنا بادئين 2 بس مهندسين صوتيين، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا بتقابل المهندسين الصوتيين عندنا. دلوقتي بقينا بعد ما كنا داخلين كل واحد ما بيعدش ولا بيعرف يقدم ولا أي حاجة، ومثلا كان الفكرة بتاعته مش قليلة أو الفكرة بتاعته بسيطة شوية، احنا ازاي كان روح التعاون بينا ان احنا نكبر الفكرة. دلوقتي أصبح عندنا البنت اللي عندها 10 سنين اللي هي حكاوي جودي بتعمل برنامج بتخاطب فيه ناس وجمهور وجايبه نسب مشاهده، الباب الكبير، حياتنا فيها امل، في برامج كتير، وفي برامج اجتماعيه، وما اتكلمناش برضو في اجتماعيين فقط، اتكلمنا في تاريخي، واتكلمنا في ادب، واتكلمنا في ثقافه، فكل ده اتكلمنا عليه ونعرفه بالتفصيل مع احمد عبد النبي. طبعا عايزاكي تقولي لي برضو، يعني في حد يعني معاكم من الاساس من الاول؟ طبعا. بصي، احنا اعتمدنا في الاول، احنا معانا دلوقتي، معلش، اتصال تليفوني من احمد مؤسس جرو الراديو. الو، اهلا بيك استاذ احمد، منورنا. منورك، الله يعزك. ازيك يا ولاء؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك، كلكم عاملين ايه؟ تمام والله، تمام يا احمد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير والله، الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يكرمك، فاطمة عندكم والله. ربنا يخليك. أحمد احكي لي، قولي في برامج معينة في الراديو يعني دايما بتركزوا عليها يعني دايما بتبقى عليها نسبة مشاهدة عالية؟ طبعا في برامج كتير معانا في الراديو معاها نسبة مشاهدة عالية، زي برنامج مشاهير. برنامج مشاهير بتقدمه الأستاذ أيوس لطيف، عامة بتقدم فيه كل الشخصيات الناجحة عامة في مجال الذرة وغيرها، مجال العلوم، شخصيات مصرية فعلا ليها انجازات في مصر وخارج مصر. استاذ احمد، ايه الخطوات طب ايه الخطوات الجايه استاذ احمد اللي بتفكروا فيها ان شاء الله الفتره الجايه؟ ان شاء الله الفتره الجايه احنا يعني بنشتغل على نفسنا، بنطور نفسنا، نخطط يبقى لنا مقر ثابت ان شاء الله، هو مقر رسمي لنا، وباذن الله ننافس ونبقى على الساحه، راديو منافس وراديو قوي للدرجه الاولى يعني ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنتمنى لك كل التوفيق استاذ احمد، وبجد انت شرفتنا النهارده، وباذن الله احنا معاكم خطوه بخطوه بجد، وبندعمكم من كل قلبنا، ومبسوطين جدا باللي وصلتوا له. الله يكرمك، الله يكرمك. ولاء انا شكرا، شكرا جزيلا ليك جدا استاذ احمد. ولاء احكي لي شويه عن سياسه الراديو، القواعد بتاعتكم ايه فيها؟ سيادتها ايه؟ احنا قواعدنا اول حاجه مبنيه على الالتزام والنظام،
كمان لو في مشكله قابلت حد فينا ازاي كلنا نقف لبعضنا، ازاي نحل المشكله دي مع بعض. تمام. حتى لو حد قدم فكره مثلا مش واو قوي للدرجه، ازاي بنساعده ان هو يوصل لحاجه كبيره جدا، ازاي بعد كده بنطور منه. سياسه القناه بتاعتنا ايما ان احنا اول حاجه نعملها ان احنا نقدم الشغل بتاعنا 48 ساعه. التفاعل بقى، يعني التفاعل عامل ازاي؟ جدا في تفاعل وفي نشاط. يعني مثلا احنا كلنا نسبه الفيو بتاعتنا اقل حاجه 1000 و1500. بتستهدفوا جمهور معين؟ يعني في لا جمهور، احنا جمهور معين. نعيم. انا هقول لك، احنا جمهور نعيم بدايه من الباب الكبير، الاستاذ عمرو صلاح بيستهدف الناس الكبيره، والاستاذه برضو معانا بتستهدف الاستاذه في حكايات جودي. جودي دي صغيره عندها 10 سنين، بنستهدف برضو الصغيرين، وحدوده صغنونه برضو التقى. وفي الاستاذه تهاني، الاستاذه تهاني ديت برضو ربنا ابتلاها باعاقه، ولكن هي جميله جدا ما شاء الله عليها، بتدي الانسان ازاي الدافعيه ان هو يكمل، وان هو عنده القدره ان هو يدفع اي سلبيه بتحصل له في حياته. شايفين نفسكم فين بقى الفتره الجايه كاتين كده؟ وتفكروا في ايه الفتره الجايه؟ متطور طبعا ان شاء الله، بتطور اكتر واكتر. احنا كمان كنا بنجيب او بنستضيف مخرجين ان هم يدربونا، وفي نفس الوقت بنعمل تاسكات في التيم بتاعنا ان احنا ازاي نقوي من نفسنا وندرب نفسنا، حتى لو لقينا مشكله فينا وبين بعضنا بنحلها في وسطنا لغايه ما نظهر للناس بصوره اكبر وبتعاون اكتر، وحتى الناس دلوقتي بتدعمنا. فانا نفسي بجد احنا كل واحد فينا حلمه كبير جدا. انا شايفه ان مجالاتكم مختلفه، يعني انتوا مجالاتكم مختلفه بالضبط. فانا يعني حابه قوي روح اللي ما بينكم. انا عايزه اقول لك يعني انتوا ازاي متفاهمين كده بالطريقه دي؟ ما شاء الله. احنا لو متضايقين بنجري على الراديو وبنقدم فيه كل الطاقه بتاعتنا، بنقدم فيه كل الحلقات، ومش مقتصرين على حلقات اجتماعيه فقط، لا كل الحلقات. حتى معانا سايكوتوبيا دي بتقدم طب نفسي، وهي اساسا دكتوره علاج طبيعي، ومعانا برضو واحده من طب. فالحاجات دي كلها بنكمل بعضنا فيها، وفي نفس الوقت مكملين في المجال التاني. عصافير بطني بتصوصو ولي، انا مضطره اروح للشفا شويه ونرجع لك تاني. الاخبار يا شفا؟ تعالي بقى شوفي. بصي يا ستي، خلاص ده خلص اللي انا قلت لك عليه، وبنعمل الرز. انا قدمته لك بالرز وده والخلطه دي فوقيها. حلو قوي. اوكي. الطريقه الثانيه بقى، انا بعمل الرز وحطيت له شويه قرفه. تمام. اوكي. وبعدين لما يستوي هقلب ده مع ده. هايل. يعني ده على ده. ده على ده. دي طريقه ثانيه، ممكن تقدمي كده ممكن تقدمي كده. شايفه نيفين بتحبي الطبخ من زمان؟ عشان كده يعني الموضوع معاكي. بتحبي تقدمي مطبخ مختلفة دايما؟ مامي الله يرحمها كانت بتدخلني المطبخ بالعافية، ما كنتش ببقى مبسوطة، بس بجد نفعتني. ليه؟ بحب الطبيخ وبحب المطبخ وكده. يعني زمان ما كانش فيه. لا لا لا، زمان كان ايه، كان بالعذاب. لا بس ما شاء الله انا شايفه في حاجات حلوه قوي. ان شاء الله يا رب حبيبتي باذن الله. طيب الحاجات تعجبك. في معانا ايه تاني بقى وصفه؟ قلت لك الشيش طاووق الكولباست، اللي هو بيتعمل زي ما قلت لك بالبصل والثوم، بيتبل طبعا لازم يتنضف الاول. طب ما يلا بقى ندوق كده مع بعض. هندوق. يلا هنا في اوريدي عندك، عايزه تدوقي؟ يلا دوقي. يلا انا هدوق الرز، انا عايزه بصراحه اشوف الرز اللي كله حاجات حلوه ده. عايزين ده موسي، ممكن نشوف معلقه بقى، لان هنا شوكه بره. عايزين معلقه او شوكه بقى، او ممكن عايزه تدوقي بالحاجات دي. زمان دلوقتي بيحقدوا عليا عشان هدوق. بصي ده ممكن تحطي معاه سلطه زبادي كمان. هايل قوي سلطه الزبادي. للي بيحب سلطه الزبادي مع بس الرز. الزبادي هايله يعني، عامه الزبادي هايله قوي في الهضم وال في بس اي جنب اي اكله متكامله، وبتبقى سهله كمان بالذات للاطفال. وممكن دي انا عاملاها من غير بسله، هنا حاطه فيها بسله. حاطه فيها بسله. يعني ممكن تتعمل كده او ممكن تتعمل كده، لان في ناس فعلا في اطفال ما تحبش تفضل بقى مع اني برضو بقى لازم نحاول مع القضية. يعني نحاول برضو بقى في الاكل طبعا، بس ساعات بيقفلوا بقى من الاكل. دي حقيقه. فعملها بكذا طريقه، ودي بقى سلطه الكزبره الخضراء. ايه رايك في شباب زي الورد اللي قاعد قمر؟ ربنا يخلي حضرتك. ايه رايك في الحاجات الجميله اللي بيقدموها لنا؟ بصراحه انا مبسوطه جدا قوي باللي بيعملوه. يعني الواحد بيبقى فرحان بجد لما بيلاقي حاجه زي كده، ربنا يكرمكم. واحنا والله نفسنا حضراتكم تسمعونا ونوصل لكم قلبنا اساسا. احنا عايزين نتعلم منكم. نسمعكم بعينينا يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب بجد. لا عايزين نسمع بقى يعني برنامج طبخ في الراديو ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. عندك الشيف هي جاهزه. احنا معانا على فكره خمسه صحه بتقدم فوائد الخضار والحاجات دي كلها، فاحنا ما سبناش مجال لما اتكلمنا فيه. ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يبارك لكم. لا بصراحه يا شيف هتبقى اضافه ليكم جامده جدا حقيقي بجد، يعني الريحه لوحدها تشهد كمان. احنا نتشرف وهي جمالها كفايه. انت اللي جميله حبيبه قلبي. تسلمي يا شيف نيفين بجد. انا مش عارفه اقول لك شكرا. انا مش عارفه، مش ما فيش شوك. انا عايزه شوك. يلا بايدك. عايزه ادوق. دوقي. حد يجيب لي دوق.
طب اكمل لك بقى. دي كزبره خضراء وطماطم. دي سلطه؟ دي سلطه. نوع سلطه مختلف عن السلطه الخضراء، الناس كتير بتزهق يعني من السلطه دايما على طول اللي هي نفسها. كزبره خضراء وطماطم ومشروم وبصل ودريسنج بقى زيت زيتون وليمون. حلو قوي. الناس اللي برده ما بتحبش اللحوم، يعني في ناس ما بتحبش اللحوم، في البروتين موجود في المشروم هايل. وممكن على فكره اللي ما بيحبش اللحوم يعمل الرز ده من غير ما يحط فيه لحمه خالص. حاجات بسيطه اهو الشباب عشان في ناس خضار وخلاص. طيب الدريسنج ايه بقى؟ زيت زيتون وليمون وملح وفلفل بس كده. بس حاجات بسيطه خالص بصراحه. انا شايفه النهارده يعني انا مبسوطه، بس عايزه ادوق وهم مش عايزين يجيبوا لي سكر ادوق برضو. ينفع كده؟ هتدوقي هندوق ان شاء الله باذن الله. بس انا شايفه من غير ما ادوق بصراحه. تسلم ايدك وانا مبسوطه جدا معاكي قوي 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 النهارده. وعايزين بقى نشوف اخر حاجه كده نقدمها مع بعض. قلنا اسمها ايه بقى؟ نقولها تاني. دي اسم الشيش طاووق اللي هو الكولباست. في فراخ كولباست اللي هي بتبقى بالعظم. ممكن تعمليها بقى شيش طاووق، تعمليها فيليه فراخ زي ما انت عايزه. المهم هي بتتعمل بالبصل والثوم ملح وفلفل وقرفه وشعره، شعره صغيره قوي كمون. انا بعمل كده بس كده. القرفه من الحاجات الحلوه جدا. انا شامه ريحه القرفه، انا بحبها على فكره، بحب احطها على كل حاجه. حتى اللي ما بيحبهاش مع اللحمه والفراخ بتدي تيست حلو جدا وبتضيع الزفار. حقيقي انا حتى والدتي برضو كل حاجه القرفه لازم في الاكل. انا ايه؟ انا عايزه اجيب، انا عايزه طبق يعني. عايزه تعملي طبق بقى متكامل يعني. طيب اهي، ما هنا مستوي قدامنا قد ايه كده؟ شوف عليها اصلا هي بتاخد وقت عامه في السوى ولا بتختلف مثلا؟ بتاخد طبعا شويه يعني علشان بس هنا ده جاهز. طيب نرجع لولاء شويه. مين المحفز ليكوا يا ولاء في الراديو؟ المحفز لينا اهلنا واصحابنا، وقبل كل ده الجمهور. الجمهور اللي بيشوفنا بيدعمنا، حتى الكومنتس اللي بتجي لنا على القناه مش كلها سلبيه، ولا يعني اكتر حاجات اللي بتجي لنا كلها ايجابيه. حتى ما فيش كومنت سلبيه خالص. ولكن بيكون في ملاحظات يعني. مثلا هدأ السرعه شويه. واساسا الهندسه الصوتيه قايمه بكل الواجب اللي عليها يعني بصراحه. احنا دلوقتي كان في 2 دلوقتي زادوا ل6 من كتر التاسكات اللي احنا بنعملها في الجروب. من كتر ما احنا بنحفز بعض بندعم بعض يعني. ممكن يبقى في معاكوا ناس ثانيه طبعا. انا عايزه اقول لك في ناس في ناس بافكار تانية، بس احنا ما عندناش الوقت. وفي نفس الوقت احنا ناقصنا، بس احنا فعلنا كل حاجه، بس ناقصنا بس نسبه المشاهده. ريحه هتجنن. ينفع كده؟ انا بركز انا فين بقى. ينفع كده؟ عايزين طبق التقديم صح؟ عشان نقدم فيه الطبق اللي معانا. لا بصراحه بص يعني، هو على الشاشه حاجه بقى وهي حاجه ثانيه. المشهد فظيع فظيع. تسلم ايدك. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. الله يسلمك. طبعا دي طريقه الرز العادي اللي كلنا عارفينها. رز العادي الابيض العادي خالص، بس بتحطي له ده ابيض خالص. وده محطوط عليه شويه قرفه. شيف بقى عايزينك معانا بعد كده نعمل بقى هيلثي فود والحاجات دي قوي قوي. يعني عايزين بقى نفيد منك حاجات كتير. كل حاجه اللي انت عايزاه. يعني حاجات طبعا على قد الايد بقى، طبعا حاجات بسيطه كده نقدمها. ما هو خلي بالك ان دي على قد الايد. الاكله اللي هي بالرز يعني باللحمه المفرومه. ممكن ما بلاش الفلفل الالوان، اعملي فلفل رومي. يعني مش شرط الفلفل الالوان يكون موجود. خالص خالص يعني. نسهل على نفسنا. يعني حاجات بسيطه من البيت احنا ممكن نعمل منها، ما نقدمش نفسنا خالص. فلفل الوان مع طماطم مع بسلة. خلاص عملتي بس كده. خلاص بس خلاص. عشان يعني احنا برضو عايزين نبسط يعني الدنيا لكل الناس طبعا. ويعني بقى ما يقفوش كتير. انت عارفه الحياه دلوقتي بقت برضو فيها. بتستخدمي حلتين بالظبط. حله بتحطي فيها كل الحاجات دي وحله للرز وانتهى الموضوع. بس كده. بس خلاص. عايزين بقى طبق كده حلو نقدم فيه اخر طبق معانا. اهي دي طريقه تانية تقدري تقدمي بيها. تحطي ده على ده وخلاص. احنا نطلع فاصل صغير اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني. اما يجيبوا لي الشوكه ونرجع لكم تاني. استنونا. طبعا احنا دلوقتي عايزين ندوق بقى. اكلكم بقى. طيب ليه؟ يعني بقى يلا نفوق شويه. اكلك التحفه يجنن بجد.
اه في تحذير ما ناكلش الاكل كله، خلي بالك. اه دوقيهم بس، دوقيهم بس. عايزاكم بقى تاخدوا من اللي هناك دي، انتوا تفضلوا. اوكي انا هدوق بقى الرز ده. طيب دوقي من بالطريقه دي والطريقه دي. لا حلو جدا، تسلم ايدك بجد، هايل. الف هنا هي بجد كل حاجه مظبوطه. الشيش طاووق كمان بجد هايل هايل هايل. انا هدخلك معانا ان شاء الله راضي باذن الله تعليم الناس اللي عندنا. اه قوي قوي. ولا انا عايزه اعرف منك ايه ايه الحاجات اللي دايما بتقابليها صعوبه في شغلك، في شغلكم عامه كلكم كتيم؟ بصي انا هقول لك، مفيش اي تيم بيخلى من الصعوبات، بس احنا الصعوبات اللي احنا واجهناها كانت سرقه القناه. تمام. ولكن اتعرضتوا ليها قبل كده؟ ولكن احنا الحمد لله قدرنا نتلاشى الموضوع دوت ورجعناها بنجاح اكبر كمان، يعني كانت في صالحنا الحمد لله. طيب الحمد لله. ممكن كان يكون مثلا، لكن احنا الحمد لله ما فيش بينا مشاكل او خلافات، لان احنا كنا متعاونين جدا مع بعض. كويس. في ممكن زياده عدد البرامج بس في المهندسين الصوتيين كانوا 2، لكن الحمد لله لما قدرنا نجيب مخرجين ونتعلم اكتر واكتر بقينا دلوقتي 6. فدلوقتي الواحد بقى ينتج الشغل بتاعه بنفسه. يعني هو كمان بلس ان هو متعلم اساسا الهندسه الصوتيه دي. يعني الواحد اصبح ان هو بيعد لنفسه وبيقدم لنفسه، وفي نفس الوقت هندسه صوتيه من الكبير للصغير. بس حبيبتي قلبي، شفتنا الجميله بقى مريم. نصايحك الحلوه لاي بيت كده، عشان بنتنا كده وستاتنا الحلوين بيتابعونا النهارده يعرفوا منك كده نصايحك ايه. طيب يعني اهم نصيحه عايزه اقولها لهم، ان انتوا لازم تحبوا اللي انتوا بتعملوه. كلنا مش بنحب المطبخ، كلنا بنزهق الحر الكلام ده. لما هنحب الحاجه هنعرف نعملها كويس جدا. شغلي اي حاجه بتحبيها وانت بتبداي شغلك، يعني بالذات لو انت مش بتحبي اللي انت بتعمليه. ايه الحاجه اللي انت بتعمل لك يعني بتديكي طاقه ايجابيه، شغليها. اسمعيها وانت بتعملي وابداي بالراحه. اهم حاجه للمبتدئ كمان زي ما شايفين اعزائي المشاهدين، الاكل معانا على الهواء اهو، يجنن يجنن. تسلم ايدك يا شيف بجد والله. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. طبعا في ارقام تليفونات للتواصل برضو مع شيف نيفين موجوده على الشاشه، وطبعا للتواصل مع الراديو اكيد هنلاقي دلوقتي ارقام التليفونات والفيسبوك. ما تدوقينا بقى شيف، يلا ولا ايه؟ اهو نفس ولا ايه؟ يلا بقى ندو كده. برضو بيحذروني شايفيني انا هاكل الاكل كله. يسخن شويه حطه تاني لانه الفراخ تجنن. طب ادوقي ولا ايه؟ مش محتاجه عزومه. لا لا يجنن. انا واثقه في اكلك والله، الرز باين اهو جميل جدا ما شاء الله. الف هنا الف هنا. لا يجنن شيف، تسلم ايدك تسلم ايدك بالهنا تسلم والشفا يا حبيبتي. والسلطه انا برضو من الحاجات اللي هجربها دلوقتي. تجربوها، لازم تجربوها. لازم تجربي السلطه. بسم الله كده. هي حلوه جميله جدا ما شاء الله. لا تحفه 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 بجد، عجباني قوي. تسلم ايدك والله. رساله بقى يا ولاء معايا كده اخيره بتوجهيها، حابه اسمعها منك. طيب اخر رساله بقولها للناس كلها ان هي تسمعنا بجد، لان احنا كل واحد عنده حلم، كل واحد عنده فرصه كبيره قوي عايز يحققها، مش بس في مجال الاذاعي ده، في مجاله كمان. كل واحد عايز يوصل للناس، عايزين برضو نتعلم منكم، عايزين تسمعونا. احنا بنقدم حاجات كتير قوي 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 في كل المجالات. احنا بنساعد الضعيف ازاي يبقى قوي، وفي نفس الوقت لو اي حد غزلان يعني في موقف كده الناس مش مقوياه، احنا بنقويه. اي حاجه عايز تسمعها تبقى عندنا، اي حاجه محتاجه تعرفها تبقى عندنا، اي اخبار اي ناس ما سمعتش عنها قبل كده تبقى عندنا. ان شاء الله موفقه دايما يا ولاء. ان شاء الله باذن الله. بجد والله ان شاء الله يا رب. شفتنا بقى الجميله رسالتك برضو كده الاخيره. زي ما بقول لكم، حبوا اللي انتوا بتعملوه علشان اللي انتوا بتعملوه يحبكم. يعني لازم نحب اللي احنا بنعمله. احنا ما بنقدرش نقعد من غير اكل، يعني في يوم بتقدري تقعدي من غير اكل او شرب؟ فلازم تحبي اللي انت بتعمليه بابسط حاجه شيف. يعني دايما لازم نشجع الناس برضو ان هي بابسط حاجه، بابسط الحاجات تقدري تعملي. ما نقدمش نفسنا بس خالص خالص، باقل الامكانيات تقدري تعملي احلى اكل، بس لو انت حابه انك تعملي كده. بنشكرك جدا والله، شرفتينا وشرفتينا يا ولاء. شكرا جدا. وبجد يعني احنا متشكرين جدا لاستاذ احمد عبدون. ايوه فعلا استاذ احمد، شكرا جدا يعني. ميرسي انه عرفنا عليكي بجد حقيقي بجد، احنا كسبناكي معانا، واكيد دي مش اول ولا اخر مره، اكيد دايما معانا على طول. ربنا يخليكي ان شاء الله. وشكرا لاحمد عبد النبي مؤسس راديو تيم فويس اوفر. وطبعا احنا بنشكركم اعزائي المشاهدين، ومعانا طبعا في تقديم محتوى جديد باذن الله وحلقه جديده، ومستنياكم. وما تنسوش ميعادنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الاربع الساعه 5 ان شاء الله. وشكرا لكم.